المدارس، المدارس القومية والمدارس البعدية. المدارس البعدية مقصود فيها 3D، وهي حتكون مع أخونا محمد سعد من سويسرا، حتكون على سكايب. وفي المحور الثالث حيكون عندنا السوق الشعبي والقروض الصغيرة، حتكون بفترة بعد الظهر. في عندنا محاضرة من أخونا عبد ربي بن صحراء، هو من مجموعة من قطر الخيرية. وفي الأخير حيكون عندنا ساعتين للنقاش. نحن إن شاء الله حنحاول إنه تكون في بعد هاي الورشة ورشة ثانية مكملة أو أوسع. أترك الكلام للدكتور هاني حتى ما أطول أكثر. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شكرا ان انتم جيتوا في وقت بسيط. الورشة النهاردة هي تحدي، يعني تحدي. احنا مش جايين عشان نجمع تبرعات، احنا جايين عشان نضع رؤية لمستقبل العمل الاجتماعي في اي منطقة فيها صراعات بعد الصراعات ما تنتهي، فيها مشاكل كتير جدا. فاحنا عايزين نركز في الموضوع ده على ازاي نبني اقتصاد المجتمع من خلال بناء اقتصاد الفرد نفسه. ان الاقتصاد في نظري انا هو قدرة الفرد على الانتاج. انا بتوظف في حكومة معينة وباخد راتب وقدرتي على الانتاج ساعة في اليوم، فمش ممكن الاقتصاد حيبني بساعة من 8 ساعات. فالاقتصاد انتماء، اقتصاد ولاء، الاقتصاد انتاج الى اخره. فالمشاريع البسيطة دي كلها اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي غير مكلفة، اللي هي ممكن تتنفذ في وقت لسه الحكومة تكون ما استقرتش فيها. وعدم استقرار اي حكومة في اي مكان معناه انه ممكن يكون في فساد اذا كانت الاموال طائلة وجت للمكان ده. مش معنى كده ان الانسان البشر دول فسدة، لكن لان مفيش انظمة، مفيش سياسات، مفيش متابعات، مفيش رقابة، خاصة في مجتمعات ما بعد الحروب. فلذلك انا من الناس اللي ضد المليارات اللي تيجي تسكب على مجتمع هش، وعلى حكومات ضعيفه لسه ما بنتش الكوادر بتاعتها، وعلى مجتمعات ما فيهاش مؤسسات مجتمع مدني قويه. فلذلك احنا بنتكلم عن فتره ما بعد. يمكن مثلا في العراق ممكن تنفع الموضوع ده، في اليمن في بعض الاجزاء تنفع، في سوريا ان شاء الله قريبا تنفع، ان احنا نبدا بالشيء اللي ممكن كل فرد في الأسرة يستطيع أن يكون منتج علشان يكون سوق مجتمعي، يعمل مزاعة مجتمعية، يعمل تعليم تقليدي أو غير تقليدي إلى آخره إلى آخره. فالأصل في الموضوع هنا إن احنا ننظر برؤية. يمكن أخونا دكتور حسان اتكلم عن لقاء آخر، إن احنا نضع رؤية ونقول فيها للمانح ده هذا ما نريد. يعني كان في تحدي امبارح، كنت انا مع بعض الجمعيات من العراق، كان في ورشه عمل هنا، وكنت بتكلم معاهم على حكايه حتى سله رمضان الغذائيه، افطار الصائم، لابد نغيرها، نقولها نعملها بتسميه اخرى. يعني احنا مثلا في الاغاثه الاسلاميه من 20 سنه ما قلناش اطعام الصائم او افطار الصائم، قلنا اطعام الجائع، عشان نخرج من شهر رمضان للسنه كلها. كنا زمان بنعمل وجبه سخنه، بطلنا نعملها لأنها مكلفة جدا ومتعبة في التنظيم إلى آخره إلى آخره. فلابد نقول للمتبرع ده حتى في سلة رمضان ناخد جزء منها مثلا لإطعام الجائع، أو يكون فيه نقول له في هذا الشهر اعطينا شيء بالإضافة لسلة رمضان عشان ننمي بيه المجتمع، لأن التنمية ما بتوصلناش فيها فلوس خالص على الإطلاق. وأنا متخيل إن كل الجمعيات اللي موجودة هنا هو هيجي شهر رمضان هيحملوا بأطنان وعشرات الاطنان من الاكل اللي ثلاث ارباع هيتباع في السوق. وانتوا كل دول قلتوا كده، انا بقول الكلام ده ليه على الناس؟ عشان المتبرع يفهم ان احنا كسوريين مش عايزين اكل دلوقتي، عايزين نبني لنفسنا شيء ونعيش بكرامه. الكسب هو جزء من صناعه الكرامه بتاعت الانسان. كسب، تكون المراه قادره على الكسب، الرجل قادر على الكسب، الابن قادر على الكسب الى اخره. فالهدف النهارده ان نضع تصور لرؤيه احنا نحاول نحققها مع استقرار السلام في سوريا او في اليمن او في العراق او في اي مكان من ده، من خلال المشاريع اللي تجعلك انت كربة بيت منتجة. انا كشاب منتج، فيجي لي واحد يعمل السوق المجتمعي، واحد يعمل مزرعة مجتمعية، اي شيء تاني يتعمل، بحيث اننا نستطيع اننا ندير الاقتصاد في المجتمع بتاعنا من خلال الفرد ومن خلال الاسرة ومن خلال كل واحد فيكم يستطيع ان هو
يستطيع أن ينتج بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنهاردة كلامنا على كيف نضع رؤية وكيف نضع تصور لكي نقول للمانح هذا ما نريد. وجزاكم الله خير، أنت في 7 سنين أو 8 سنين الفاتوا أعطتنا ما تريد، الآن علينا أن نقول لك ما نريد وأن تسمع لنا. لأن أنا كان عندي كده معادلة بس مش عملها لكم، كتبوا لها العراقيين أمس، اسمها إيه بالإنجليزي كده، اسمها إنجليزي، حد أكلم بالإنجليزي؟ قال تفضل. طيب افتح شد البتاع ده. فات كيس، الفات اللي هو الدهن، والكيس هي القبلة اللي هي بالعربي بنقول عليها ايه، الجارية البخي يا سيدي كلف. تقول له عليها بالسوري انت ولا بالعراق ايه؟ ها يا زنون الذهب مقدما ربه، بتقول ايه انت؟ عندكش انت لسه ما اتجوزتش انت؟ ها انت متجوز وبتضحك؟ والمتجوزين الرجاله بيضحكوا؟ لا ما بيضحكوا يعني، والله ما بيضحكوش في البيت الفات ده اللي هو الفاندنج اللي هو التمويل، والادفوكاسي اللي المناصره، باي تريننج اللي هو التدريب. احنا بنقول ان العلاقه ما بين المؤسسات المانحه والمؤسسات الوطنيه اللي على الارض في المجتمع ده دور مؤسسات المانحه، المانح اللي هو يديني التمويل ويمرني ويدافع عني. انا بقى دوري ايه بقى؟ انا الجاريه، ما انا الجاريه اللي حد لي قبله هنا دلوقتي، انا هقبل ده الكيس اللي هو ايه؟ نوليدج اللي هي المعلومات، بعدين انوفيشن هو الايه زي اخونا اللي جايب بتاع التوك توك، انت بتوع التوك توك انتوا؟ دمبر بتاع الدمبر يا عم. ابداع، وبعدين سستينابل اللي هي استدامه، وبعدين اس الثانيه سوليوشن. احنا بنقول المنح ايه؟ وده حاجه حقيقيه، انت معاك فلوس انا معايا فكر، انت معاك فلوس انا معايا قدره، انا معايا معلومه، احنا متساويين. حذاري وانا اقولها 50,000 مرة اننا نوتي كده المتبرع ونقول له سيدي لا انت عندك وانا عندي، خلاص بقى تعبنا من يعني المعلومة دي هيجيبها منين؟ انا عايز 1,000,000 صح؟ من غير المعلومة دي ومن غير الابداع بتاع الحاجة المجتمعية ده ولا 1,000,000 يسوي شيء، ولا 1,000,000 يسوي شيء، خليه عندك في البنك. فذلك لما نتكلم دلوقتي عم نتكلم عن نقطة محورية فاصلة في عمل العمل الإنساني في العالم العربي، خلاص بقى يعني اتنفخنا أكل وشرب وكذا 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 وكذا، عايز نخرج بقى من المنظومة دي كلها، وأنا وأنت متساويين. يا جاري يا بوخي يا سيدي إيه كلف. السوريين بيقولوا إيه؟ بتقول إيه؟ بس باللهجة السورية. يا جاري يا سيدي كلف. والله لا يا أخوان. المهم طب نرجع بس للموضوع، ان احنا عايزين نضع رؤيه، وانتوا راح تضعوا الرؤيه علشان نقول المتبرع والله احنا عندنا 10 او 20 او 30 مجمعيه بيقولوا ايه، بيقولوا ده اللي عايزينه، هذا ما نريد، لان احنا اصحاب القضيه، احنا اصحاب الحاجه، احنا اصحاب الابداع كمان، واحنا اللي عندنا المعلومه وعندنا كل الاشياء دي كلها. خلاص يا شباب، فالنهارده مش علشان اي شيء الا اننا نضع تصور لرؤيه في المستقبل. ها انت ما هتحطي حل، مش انت على مثلا انت في ادلب ولا في دير الزور ولا في كذا، انت اكتر واحده قادره على ان تضع الحل الابداعي المستدام. انا جاي من بره عندي نظريات، هقعد مخمخ والف واقول كلام حلو جدا، واصحى من النوم واقول انا عايز اعمل المشروع ده، المشروع ده ما ينفعش. كنت كان بقى مع العراقيين فبيقول لا احنا عملنا كذا، فتجزاكم الله خير، اقلب الصفحه طالما انت عملت، لو في توزيع الاكل على الناس والكروت وايام الصراعات
او عدم قدره اللي هم الناس على انهم يخرجوا المنطقه 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 عشان يطلعوا وسيله انهم يضمنوا ان الاكل اللي بتوزع ده وصل لمستحقيه. ففي منطقه زي في الموصل كان متقسمه الاحياء وحواري عشان توزن المجموعه دي هنا لا أو يعني كان مشكله. واخد بال حضرتك؟ فهم الابداع ما جاي ما يجيش مني انا، الابداع هيجي منك انت. فلو انت مبدعه وعندك المعلومه انت اللي هتعملي الحل المستدام. ولابد نقول للمانح ان الحل المستدام عندي على الارض هنا. ودي احد توصيات الامم المتحده في المؤتمر بتاع القمه بتاع 2016 اللي انتم بتسموه لوكاليزيشن او اللي هو التوطين او المؤسسات الوطنيه. انا مش هطول عشان مين اللي هيبدا؟ دنون انت بقى تمسك الجلسه من دلوقتي. تفضلي تفضلي. هاني البنا نمبر 2. صوتي عالي ما بدي لا خدي بس الميكروفون ده عشان التلفزيون. شارك في عدة أعمال تطوعية منها مبادرة سمايل، أيضاً شارك في عدة دورات تدريبية وقيادية، أيضاً شارك في دورة الدنابر لرفع أنقاض الحرب، أيضاً شارك في تأسيس أول رصيف ثقافي. هذه أول مرة بسمع هالتوصيف، ممكن تشرح لنا شوي؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل. السلام عليكم، انا ايوب دنوم مدينه الموصل، وبالتحديد من المدينه القديمه في الموصل. الموصل عباره عن جانبين، جانب ايسر وجانب ايمن، تعداده اكثر من 2 مليون وما يقارب وصل الى 3 مليون نسمه. كلكم كنتم تعرفون هو تعرض مدينه الموصل لاحتلال داعش يوم 10 حزيران 2014. استمر الاحتلال داعش لما يقارب 3 سنوات إلى أن بدأت عمليات تحرير مدينة الموصل من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي. بدأت المعارك، معارك تحرير مدينة الموصل من الجانب الأيسر، كونه أكثر مساحة مفتوحة للسيارات والعجلات العسكرية، عبارة عن أحياء سكنية حديثة، الشوارع مالها عريضة، وقربها من إقليم كردستان اللي ما وصلوا داعش. الجهة اليمنى هي مطلة على جزيرة كبيرة من محافظة نينوى امتدادة إلى سوريا. فكانت العمليات العسكرية بدأت من الجانب الأيسر، يعني استمرت ما يقارب الشهرين عمليات تحرير الجانب الأيسر من المدينة، وانتهت على ضفاف نهر دجلة اللي يفصل جانبي المدينة. انتهت المعركة الجانب الأيسر بتدمير ما يقارب 5 مستشفيات، دمرت 5 جسور الواصلة بين جانبي المدينة،
أصبحت الحركة معدومة بين الجانبين. داعش تحصن في الجانب الأيمن من المدينة. كانت الطلعات الجوية والمعارك يعني دامية، حتى والسيارات المفخخة من قبل داعش كانت تفجر بين الأحياء بين الأزقة. بدأت توقفت العمليات تقريبا 20 يوم أو أكثر. كان مفترض إنه الخطة تبدأ يعني يعبرون من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، لكن لسبب ما تحولت الخطة من الجنوب باتجاه المدينة مدينة الموصل من القيارة وباتجاه مدينة الموصل. فبدأت من هنا من الجانب الأيسر محاصرة المدينة على نهر دجلة، ومن الجانب الثاني بدأت القوات العسكرية تتقدم. كان من المفترض أنه من الجنوب تأتي القوات العسكرية ويسمحوا بخروج داعش من جهة الغرب باتجاه الجزيرة، ومن ثم يتم القضاء عليهم هناك. الجزيرة هي باتجاه سوريا، لكن لسبب ما تحولت الخطة والتف الحشد الشعبي والقوات العسكرية العراقية من الجانب الغربي، فأصبحت المدينة مدينة الموصل محاصرة بشكل كامل، لا يوجد أي منفذ لداعش. بهذه الحركة أصبح داعش أكثر إجراماً، أكثر يعني قتلاً للمدنيين، أصبح يتخذ من المدنيين دروع بشرية. فكانت المعركة قاسية، أنا كنت في المدينة القديمة بالجانب الأيمن. بعد تحركت القوات العسكرية إلى تحرير مدينة الموصل، تحرر المطار، تحررت الأحياء المحيطة، امتداداً إلى وسط المدينة اللي هي المدينة القديمة اللي يتجاوز عمرها 3000 سنة أو أكثر، يقولون 4000 سنة، المدينة القديمة في الموصل اللي هي بيها منارة الحدباء اللي يمكن تعرفوها، منارة الحدباء اللي بناها نور الدين زنكي قبل 900 سنة، ما يقارب 900 سنة. هذا الجامع، جامع النوري اللي يعلم منه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الخلافة، خلافتهم المزعومة، فكان له رمزية كبيرة من قبل داعش وسواء من قبل القوات العسكرية العراقية. حتى بمجرد إعلان تحرير جامع النوري اعتبار سقطت خلافة داعش. فكان داعش متحصن جدا في المدينة القديمة، إضافة إلى ضيق الأزقة الضيقة في هذه المدينة. يمكن هذه مقدمة يعني بعيدة عن هذا، لكن حتى تعرفون الصورة. فتعرضت المدينة القديمة في الموصل إلى دمار أكثر من يعني يمكن وصل إلى 70% دمار المنازل والأزقة. هذه الأزقة الضيقة اللي قد يصل أحدها إلى نصف متر، تدخل في زقاق يوجد فيه بيتين، لا يجاز نفر واحد فقط يفوت، لا يقدر نفرين. فانتهت هذه العمليات العسكرية بإسقاط منارة الحدباء اللي هي رمز المدينة. داعش تقول أن القوات يعني قصفت المنارة، والقوات العسكرية والتحالف يقولون أن داعش دمر الجامع. يعني الأخبار متضاربة، لكن بالتالي هي فقدت الموصل أكبر رمز لها، امتد على مدار ما يقارب 900 سنة. خسرت كثير من البنى التحتية، 9 مستشفيات في الجانبين، 5 جسور، خسرت المدينة، آلاف ما يقارب 40,000 شهيد سقطوا في مدينة الموصل، وإضافة إلى دمار المنازل وإلى ما هنالك. بعد تحرير مدينة الموصل أنا يعني حصرت في المدينة القديمة على ما يقارب 3 أشهر، نفذ خلالها الغذاء، الدواء، ناس ماتت من الجوع، ناس ماتت من العطش، يعني أشياء لا يمكن أن توصف، لكن نحن ليس في هذا المقال. مع انتهاء عمليات تحرير مدينة الموصل أو قبل انتهاء عمليات التحرير، مع بداية العمليات العسكرية، انطلقت كثير من الشباب والفرق التطوعية بمبادرات متنوعة بأكثر من مجال، ابتداء بحملات إعلامية لتضليل إعلام داعش ومساعدة القوات العسكرية. كان فريق شباب خلية شباب نينوى بإعطاء القوات العسكرية المعلومات الاستخبارية وإلى ما هنالك. بعدها بعض مرافقة القوات العسكرية وإسعاف المدنيين الذين يخرجون مصابين، فكان هناك فرق تطوعية تعمل بهذا الجانب مرافقة القوات العسكرية. بعد أن تحرر الجانب الأيسر، بين تحرير الجانب الأيسر اللي هو انتهى يوم بداية 2017 شهر الواحد
إلى نهاية المعركة في شهر السادس. استمرت الجانب الأيمن 5 أشهر والمدينة القديمة في بوحدها نحن تقريبا 100 يوم نحن محاصرين في المدينة القديمة. بعد ما انتهى تحرير الجانب الأيسر مباشرة انطلقت فرق تطوعية أخرى مثل فريق خلوها أجمل وفريق تطوع معنا وفرق أخرى لتنظيف الشوارع وتأهيل مثلا المدارس من خلال التنظيف والصبغ وتأهيل ما تبقى من المستشفيات الجانب الأيسر، إضافة إلى مبادرات التغذية مثل ما قال الأستاذ إطعام الجائع وإلى ما هنالك. بعد ما انتهى الجانب الأيسر كان يجلى اللاجئين من الجانب الأيمن، أي منطقة كانت تحرر من قبل القوات العسكرية تخلى تماما، لا يبقى يعني خلينا نقول 98% تخلى من أهلها حتى تكون نظيفة، وبالتالي المعارك يجوز قد تستمر ويجوز داعش يرجع عليها. فكان الفرق تقف على النهر دجلة أو من الجنوب تنتظر الناس اللي يخرجون وتقدم لهم الغذاء، لأن كانوا يخرجون شاحبين قد فقدوا السوائل كثير. أنا أعمل في المجال الطبي، فكان بيتنا يعني أشبه بمستشفى ميداني، كنت أعالج به باليوم 20 أو 30 وقد وصل إلى 50 مريض في اليوم. كان الناس بحاجة إلى أبسط الأشياء اللي ممكن تقدم لها، هي حتى شربة الماء فقدناها، الماء الصالح للشرب فقد في المدينة القديمة. كان الناس تطلع يعني نستخدم ماء الآبار، وبعض الناس كانت تذهب إلى نهر دجلة وتأتي بالماء، ويباع الجليكان 20 لتر ب$10 وهو غير صالح للشرب. كانت الفرق التطوعية تنتظر الناس وتقدم لهم هذه المعونات. بعد انتهاء تحرير مدينة الموصل وخروج الدمار الكبير للمدينة القديمة، استمر الأعمال التطوعية والفرق التطوعية في المدينة بعدة مجالات، مثل ما قلت لكم ترميم أو تنظيف المدارس أو تأهيل بعض المراكز الصحية، طبعا بأشياء بسيطة جدا، يعني مجرد تنظيف وصبغ هذا اللي يقدرون عليه الشباب، بالتعاون مع الجهات الحكومية اللي مقصرة إلى اليوم يعني بإسعاف مدينة الموصل. بقت المدينة القديمة واللي نحن نزحنا عنها، المدينة القديمة اللي جاوز تقريبا عدد سكانها 100,000 ساكن، كلهم أخرجوا مثل ما قلت لكم 100%، لم يبقى أي شخص. على مدار 7 أشهر نحن ممنوعين من الدخول إلى المدينة القديمة لعدة أسباب، الدمار الكبير اللي تعرضت للمنطقة، وإضافة إلى وجود المخلفات الحربية. على مدار أشهر كانت هناك فرق تدخل لإزالة الألغام، لكن الدمار والمخلفات كبيرة جدا لا يمكن أن توصف. 7 أشهر من بعد إعلان العبادي تحرير مدينة الموصل في تموز 2017 إلى شهر 1 أو نهاية 2017 سمح لنا بالدخول إلى المدينة القديمة، فرجعنا إلى بيوتنا. يعني ما ممكن العيش في هذه المنطقة. أكبر المتفائلين قال نحن بعد 3 سنوات أو 4 ما نعود إلى هذه المنطقة. بعد الحكومة لم تتدخل إلى الآن بهذه المكان. كان هناك بعض التحركات حتى نكون منصفين من قبل بعض السياسيين أو الحكومة لحملات تنظيف لمدة 2 أو 3 أيام، يجي يعني خلينا نقول هي دعاية أو ما دعاية، المهم هو يجي يرفع أنقاض ويخرج لمدة 3 أيام أو 4 أيام، أكثر يمكن حملة طولت أسبوع، لكن يعني ما يبين الدمار والمخلفات الحربية والركام قدر بملايين الأطنان في المدينة القديمة. فكمبادرة إضافة إلى المبادرات التطوعية الأخرى، تشاورت مع الفرق التطوعية وقادة الفرق في المدينة أصدقائهم تقريبا كلهم، قلت لهم ما رأيكم بفكرة يعني مبادرة لرفع الأنقاض من المدينة القديمة؟ كان هناك تحفظ كبير أنه نحن نخاف يعني ممكن تظهر مخلفات حربية، فيعني واللي وافق على المبادرة قال لقينا مكان أمينة يعني حتى ندخل ونرفع الأنقاض. فقلت لهم يعني ممكن نبدأ في منطقتنا، هي منطقة المشاهدة، أكو هناك يعني مناطق، ونحاول يعني نختار الأماكن اللي ممكن ما بها مخلفات حربية ولو هي يعني ما تبين. لكن كانت مجازفة، وكان يعني على مدار أشهر الناس يعني
يعني نازحين ولا يملكون قوت يومهم، اللي خرجوا مجرد ملابسهم، خرجوا من منازلهم، حتى إذا كانوا اللي بالمخيمات خلينا نقول كان تأتي بعض المساعدات، اللي سكنوا في الجانب الأيسر إيجارات غالية تجاوزت $400 في الشهر، وهذا رقم كبير عندنا بالموصل يعني قياسا بالجانب الأيمن اللي والمنطقة القديمة اللي أهله يعني خلينا نقول من البسطة والكسباء اللي كانوا أغلبهم يعملون في المدينة القديمة اللي هي تحتوي على الأسواق القديمة اللي المحلات وكذا. يعني كان هناك ناس تريد ترجع لكن ما تستطيع. أول شيء أول يعني عائق هو الركام أو الأنقاض، فبعض الفرق وافقت قالوا يلا ممكن نبدأ. فبعدها يعني جاني قبل ما أعلن عن المبادرة كان عندي $800 من قبل أهالي أو الأصدقاء تبرعوا بها والأهل، فكتبت بوست على الفيسبوك ما أعرف إذا ممكن يطلعنا هو أستاذ ليجوا بعد. كتبت بوست على الفيسبوك على صفحتي على الفيسبوك، كتبت ما رأيكم لو نطلق حملة كبرى لرفع الأنقاض. طبعا هاي القبور كانت ماكو مكان يعني ندفن بها الموتى أو ما نستطيع نخرج على المقابر، فكنا ندفن الأحياء أو الميتين العفو قرب المنازل يعني حتى بحدائق المنازل في المدينة القديمة. هذا البوست اللي كتبته ما رأيكم لو نطلق حملة كبرى لرفع الأنقاض من المدينة القديمة في الموصل بعنوان أرفع الأنقاض ب$2,500 عراقي. ليش $2,500 عراقي أو هو $2؟ هذه الآلة اللي هي الدمبر، نحن نسميها الدمبر في المدينة القديمة أو في الموصل، تستخدم في الأزقة الضيقة يعني تستطيع أن تدخل، وكانت نحن نستخدمها في المواد الإنشائية البناء ورفع الأنقاض. فبعد مشاورة الأصدقاء قال واحد من الأصدقاء يعني واتفقنا على هذا العنوان ارفع الأنقاض ب$2,500 يعني حتى تكون شوية لافتة والناس البسيطة والغني والفقير ممكن يشارك، لتكون أضخم حملة لرفع الأنقاض. قلت لهم خلي تبدأ بثلاثة أيام، إذا جمعنا من ثلاثة أيام ونشوف يعني بعدها شون. فمباشرة بعد ما نزلت البوست شاركوا كثير، بس الوسوية نزلت، شاركوا كثير من الأصدقاء والمدونين على وصفحات المصلاوية في المدينة، الصديق والفرقة التطوعية والفرقة التطوعية هناك حملة ما رأيكم اللي شارك. فمباشرة يمكن بالساعة 10 بالليل أنا نزلته، مباشرة كانت تجي الاتصالات كيف ممكن نشارك، نحن نريد نتبرع، نريد نجي معاك كمتطوعين. يعني حقيقة لقينا إعجاب بساعات قليلة. باليوم الثاني مباشرة بلشنا بالحملة بعد ما كان هذا الاندفاع الكبير، وهذا الاندفاع كان يمكن لعدة أسباب. السبب الأول هو رمزية هذه المنطقة المدينة القديمة في الموصل، واللي هي اعتبار الأصل المدينة واللي خرج منها كثير من الكفاءات، وحتى يعني أغلب العوائل المصلية يرجع أصلها إلى هذه المنطقة. السبب الثاني الشيء اللي تعرضت له هذه المنطقة وأهلها على مدار أشهر من الحصار ولاقوا من الدمار والقتل والجرحى والجوع إلى ما هنالك، فكان الناس مجرد تريد تساعد بأي شيء يعني. كان يتصل اللي يريد يتبرع $5 واللي يتصل يتبرع $100 واللي يتصل يريد يشارك بالحملة ويجي كمتطوع. شوي يمكن تنزل شوي سال. فبلشنا في اليوم الثاني مباشرة، أجرنا 7 دنابر اللي هي هذه الآلة و20 أو 22 متطوع، ونزلنا في منطقة المشاهدة بالأزقة وبدينا نرفع الأنقاض. في اليوم الأول رفعنا ما يقارب 78 دنبر. اللي كان أكثر جذب للناس وللمتبرعين أنه أنا بمجرد ما خلصنا باليوم الأول شوية بعد أستاذ البلدة نعم الخطرة الوحدة أو السفرة يجي يرفع الأنقاض يخرجها خارج المدينة القديمة يأخذ $2 عليها. فهذا أول يوم بهذا الفرع بدينا هاي الأنقاض، وهذا بعد رفع الأنقاض. فكانت هذه الصورة كانت جاذبة للمتبرعين ولمن يريد أن يشارك فيها الحملة، حتى المتبرع يعرف أنه فلوسه راحت، رغم أنه نحن ليس جمعية وليس
مسجلة أو إلى ما هنالك، لكن نوعا ما الأهالي والأصدقاء والأقارب، يعني أنا من عائلة نوعا ما معروفة في المدينة، كان بالبداية المقربين يتبرعون، لكن بعد ما الناس شافت هذه الصور وتناقلتها صفحات المصلاوية والأصدقاء اللي كانوا مشاركين معي، يعني طبعا أنا ما بحد أكيد، يعني كان هناك فريق كبير، أصدقاء بندر وأحمد حتى لا نبخس في حق أحد، وميسر كثير من هذول القادة الأربعة للحملة، ومن ثم المتطوعين اللي كانوا يأتون والفرق التطوعية، مجرد كانوا يشوفون أنا يوميا ننزل حصاد الخير بالليل، هذا ما اليوم رفعنا الأنقاض من المنطقة الفلانية، وعدد الدنابر أو الأمتار المكعبة اللي رفعناها من الأنقاض مثلا 100 دنبر أو 100 هذا، فيمكن تنزل شوية أستاذ، كان هذه بعد حي المكاوي، بعض الأحيان كان الأنقاض تتجاوز 3 أمتار ارتفاع، والأزقة ضيقة، كنا نستأجر يعني أو يعني إما عمال أو المتطوعين نفسهم يهدون هذه الصبات اللي هي كونكريتية على مدار يومين أو 3، ومن ثم تدخل الدنابر لرفع الأنقاض. استمرينا على مدار ما يقارب 3 أشهر يوميا ننزل، بعد ما كانت 3 أيام يعني كان المفترض، الناس كانت تتصل حتى من خارج محافظة نينوى ومن بغداد، من أربيل، من حتى من خارج العراق، كون يعني السوشيال ميديا جعلت الناس قريبة من بعض، كانوا يتصلون هاي الدنابر، في أصبحت في بعض الأحيان نستأجر أكثر من 12 دنبر في اليوم، إضافة إلى تبرع، إذا زاد التبرعات أو بعض المتبرعين كان يقول أنا ما أريد أتبرع بدنبر، أريد أتبرع بشفر، فالشفر إيجاره أغلى 150,000 أي ما يقارب $100 أو $150 شفل وبعد نأجر معها السيارة أو القلاب، فالقلاب ما يقارب $100,000 يعني $70 باليوم، والشفر $150,000 أي $120 تقريبا بعد ما تزيد التبرعات، يعني إضافة إلى يمكن صورة موجودة أو لا، مع انتشار الحملة وتوسع الحملة قلنا خلي تكون أكثر انضباطا يعني والأصدقاء، فقمنا بعمل وصل باسم ثورة الدنابر. بعد 5 أيام أو 6 أسبوع للحملة ظهر اسم جديد، اللي هو بعد ما كانت حملة رفع الأنقاض ظهر ثورة الدنابر لرفع الركام وإعادة الحياة للمدينة القديمة في الموصل. انتشرت هذه الهاشتاغ في المدينة، وكل يوم كان ينزل حصاد الخير لثورة الدنابر، رفعنا كذا دنبر، وإضافة إلى استخدام الجديد للوصولات جعلنا أكثر 3 أشخاص وصولات بها كربون، أنت من حتى لا يعني يستخدمها بعض الناس للسرقة وإلى ما هنالك في جوانب أخرى، فنزلنا الصورة ما الوصل، ما أعرف يمكن الصورة موجودة أو لا، أنه أنت لا تتبرع إذا ما تستلم وصل من الأشخاص الفلانيين، كان هذا زاد من ثقة الناس والشفافية، إضافة إلى يعني هم كانوا يشوفون، إضافة إلى أنه نحن نعمل بث مباشر من مكانات اللي نرفع فيها الأنقاض، يعني كان استخدام الإعلام له دور كبير. أنا من الأشخاص اللي ما كنت أؤمن بتأثير السوشيال ميديا بالواقع، كنا نوعا ما يائسين حقيقة بعد ما خرجنا من الحرب الطاحنة، ونحن تركنا انقطعنا عن العالم، حتى الموبايل أصبح اللي يخبر ممكن يعرض نفسه للقتل في إبان سيطرة داعش، فنوعا ما يعني تركنا هذه الوسائل ورجعنا إلى الراديو في حقبة داعش، وكنت أحدث نفسي شنو تأثير السوشيال ميديا، لكن بعد هذه الحملة وكثير من الحملات اللي بعدها استمرينا، بعد 3 أشهر قربت الانتخابات العراقية وتبدأ، فكان يعني نحن تعرضنا لكثير ضغوطات من قبل يعني السياسيين أو حتى الناس اللي يقولون أنه أنتم مدعومين من جهة سياسية أو
وليش عاد تعملون هذا العمل؟ تعرضنا لانتقادات انه ممكن تعرضون نفسكم للخطر، ظهرت في يوم من الايام ظهر عبوه ناسفه، واحد من المتطوعين رفع العبوه وهو يحسب يعني، لان كان داعش تستخدم عبوات يعني صنعت بالايدي يعني جليكان، فشالوا خلاه بالدنبر ودحخوا انه بوايرات وكذا وهذا، فقبل ركض ايوب ايوب انا اريد الدنبر مالي، يابا بس اصبر انت ايش عملت هذا، فكانت مجازفه اكبر من قبل، احنا رحنا نشوف ايش الوضع في المكان، كان مجازفه من قبل واحد من المتطوعين ايضا بانه شال العبوه وراح زته في زاويه من هذا، يعني كانت حقيقة هي مجازفات، لكن رب العالمين هو اللي حفظ وهو اللي سهل، إضافة إلى أنه النية الصادقة أو الخالصة كانت سبب بنجاح هذه الحملة، يمكن الحملة الوحيدة اللي بالموصل تجمع بها أكثر من 10 فرق تطوعية، شارك أكثر من 150 شاب متطوع حتى من خارج المدينة كانوا يجون يشاركون برفع الأنقاض بأيام متناوبة، إلى أن اقتربت الانتخابات ونحن شفنا قمنا نصل إلى مناطق منطقة يعني ارتفاع الأنقاض أكثر من 4 أمتار وكلها صبات، يعني نحن تكلفنا يعني مبالغ ومنطق عليها يعني طبعا بمبالغ بسيطة، تم تنظيف أكثر من 10 مناطق في الموصل القديمة، إحنا الأحياء نحن نسميها أو نسموها أزقة، مع في 10 مناطق هي المشاهدة والخراب وباب المسجد كثير الطوالب، كان كل واحد ماسك قاطع من حي أو حيين من الشباب، وهو اللي أجر الدنابر، هو اللي أجر الشفر إذا ما أردنا نستخدم. كنا اللي كان مفرح أكثر وخلى الناس تبرع أكثر، إنه بمجرد نحن ما كنا نرفع الأنقاض مثلا من هذا الحي، نحن كنا عم نرفع أنقاض وهذا صاحب البيت مباشرة جاء فات بيته ويحاول ينظف يحاول يرتب حتى يعود، هذا تقريبا جوا منارة الحدباء هذا البيت، يمكن الصورة ما تبين لأن من هاي جهة المنارة منارة الحدباء، فبمجرد ما كنا نرفع الأنقاض الأهالي وال يعني حتى البسطاء كلهم، فكانوا مباشرة يعودون لتنظيف المنازل واستعدادا للعودة، لكن لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء، أبسط مقومات الحياة ما موجودة معدومة في المدينة القديمة، فأعلننا توقف الحملة مع بداية أو قرب الانتخابات كون حتى لا تكون قريبة من السياسة أو يعني يجون السياسيين، كان هناك اتصالات إنه نحن حتى من قبل السياسيين إنه ممكن نحن نتبرع، فأنا كنت أقول لهم إنه نحن ما نأخذ من السياسيين، إذا تريد الساحة موجودة يعني أنت المدينة القديمة آلاف الكيلومترات، أنت ممكن تجي تجيب الآلات مالك يعني ترفع الأنقاض، فهم كانوا يريدون يعني يستخدمون الاسم بعد انتشاره وكذا، إضافة إلى تريد تتبرع تتبرع باسم بدون ذكر يعني اسمك أو ما تقول إنه السياسي الفلاني إنه يتبرع، فكنا بعيدين جدا عن إدخال السياسة أو السياسيين، لأن كان هناك ولي حد الآن شوك بين السياسيين والمواطنين في المدينة أو العراق بصورة عامة. هذا الشيء كان ايضا هو يعني مصدر جذب للناس انه انتم بعيدين عن السياسه، حتى بعض الاصدقاء اللي تعرفت عليهم خلال الحمله وبعد الحمله ذكروا لي انه ايوب كان الناس تنتظر بعد ان توقفون الحمله انه تعلنون احنا كنا مدعومين من الجهه الفلانيه او انتم راح نروج لانتخاب المرشح الفلاني، فبعد انتهاء الانتخابات ونحن ما ظهر انه احنا دعمنا احد او قلنا أن الفلاني كان داعمنا، هذا زاد من فخر الشباب اللي شاركوا بهذه الحملة، وإضافة إلى أهالي المدينة بدأت الناس تعود إلى المنطقة. كان التحدي اللي بعده هو كيف ممكن تضيف شيء إلى الأهالي، فبدينا بحفر الآبار. البير بالمدينة كان يكلف $1,000 يعني أكثر شيء $1,500، فكنا نعلن أنه وبدت يعني بعد الحملة كان تسليط ضوء كبير جدا، وهذا هو يعني واحد من الأهداف اللي كنا نطمح له، يعني أنا على مدار 7 أشهر بعد ما كنا نازحين في الجانب الأيسر يعني كان نوعا ما يعني
حزن بأنه نحن 7 أشهر ما حد يطالب بتنظيف المدينة القديمة أو عودة الأهالي أو كذا من قبل الجهات المعنية يعني. فكان هذا ثورة الدنابر أو حملة رفع الأنقاض كانت بسلط الضوء على المنطقة، وبدينا بحفر الآبار ومن ثم تقديم المساعدات الغذائية للأهالي اللي يعودون، ومن ثم انتقلنا إلى بعد أن الناس كانت تتبرع بشكل أكبر إلى إعلان أنه إعمار المنازل المتضررة جزئياً. يمكن أكو فيديو أستاذ إلى ممكن نشغله، أو أستاذ خلص الوقت صح؟ هو يمكن راح أشغل فيديو مال. فبدينا بإعمار المنازل، ما أعرف إذا تريد الشغل بس لا أخرج من هذا. موجود الفلاش. فبدينا بإعمار المنازل المتضررة جزئيا اللي ممكن تكلف $2,000 أو يعني من $1,000 إلى $4,000 ممكن يعمر بيت مدمر جزئيا من بالهاونات أو القذائف، ومباشرة تعود بشرط أنه العائلة تعود إلى الله ما يبين لازم تكبر الأيقونات هاي صور آخر شيء يمكن. كلا صور. في فوق من الأول. هذا هو الملف كله. تمام. شو بلا؟ هذا. في. لا ما هذا. هذا رواد العطالة. بس اخرج اكو ثورة الدناب مكتوب عليها. في واحدة فوق يمكن انت شفت مرينا عليها. ما تكبر الايقونة؟ بس تكبر الايقونة. طبعاً يمكن ما ظهرت الصور، كان هناك أشخاص ما يطيقون يعني يساعدون بالحملة، أمثال يمكن إذا تظهر الصور المصممين اللي مثلاً حتى خارج العراق، فكان أصدقائنا المصممين يصممون بوسترات إنه آلة الدنبر لرفع الأنقاض ممكن تتبرع ب 2,500 دينار أو $2. الصور يمكن موجودة. تنظيف هذه المناطق وعودة الأهالي. بعدنا في فكرة لنرفع الأنقاض $2,500 وهي $2. أكو فيديو ثاني. الذي يستخدم لرفع الأنقاض إلى زبدة ضيقة. بالملف الله. حتى يمكن أكو صور هم ما ظهرت. كان أكو فرقة موسيقية أصدقائنا يعني يجون لتسليط الضوء بشكل آخر، إنه يجون يعزفون قرب الدنابر يعني صورناهم وحتى كان هناك تقرير عليهم. إضافة إلى قلت لكم المصممين اللي هم خارج المدينة، وكان واحد المصممين صمم يمكن بالملف الآخر مكتوب ثورة الدنابر وتفوت عليها فوق بالبداية. وين الفيديو؟ ما يشوفها؟ هسه اشوفها. المهم انتقلنا الى جانب اخر هو حفر الابار، ترميم المنازل،
وإلى الآن نحن مستمرين بترميم المنازل في المدينة القديمة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنطقة. هناك عدة فرق تطوعية وهناك عدة منظمات وصلت إلى المدينة القديمة وتشتغل بالإعمار. وهاي صور ترميم المنازل، هاي قبل وبعد. أول هاي صور منها. انزل شوي، انزل. هاي كلها. هاي أولها. مش قبل وبعد الملف اللي فيه قبل وبعد. لا هاي كلها. هاي صور منازل. هاي بعد قبل. ترميم قبل وبعد. هاي جوا بعد. طيب واحدة، أي واحدة من أفضل الملف. هاي المنازل كنا نجي هم نفس الشيء، نرفع الأنقاض بعدين إضافة إلى حاليا نعمل مع فريق تطوع معنا في الموصل ترميم هاي المنازل في المدينة القديمة، مثل ما تشوفون الطراز القديم اللي موجود بيها، ومع الحفاظ على طرازة المعماري، لأن حتى لحد الآن هناك منازل مدمرة ومكتوب عليها من قبل الآثار ممنوع الاقتراب، هاي تابعة للآثار. هاي الصور بعد قليل فعلا. هاي فيديو لا هذا وخرج. بعد يمكن بس شغلة ما ذكرتوها، إنه وصلني رابط لمسابقة تطوعية، مسابقة الأمير محمد بن فهد للأعمال التطوعية في يمكن حزيران أو المهم يعني يمكن لا بالتاسع، شهر التاسع العام الماضي. فيعني كانت عبارة عن مسابقة للأعمال التطوعية، حاولت إنه أسجل بعدين شفت إنه يعني بها شروط، أول شيء رسمية لازم أنت عندك كتب رسمية وإلى ما هنالك، فما سجلت. بعدين جتني من قبل شخص آخر قال لي وبسجل يعني أشخصر، فسجلت بالمسابقة وكتبت بالحق اللي مطلوب منه إنه كتب رسمية خاصة بالفريق أو العمل. كتبت إنه نحن مجموعة من الشباب تجمعنا بشكل عفوي بدون كتب رسمية، وبعثت الرابط إلى المسابقة. بعد ما يقارب الشهر اتصلوا بي من البحرين قالوا إنه لازم تبعث لنا أي كتاب رسمي يثبت إنه أنتم اشتغلتم بهذه المنطقة. فخاطبت مديرية الشباب والرياضة اللي مسؤولة عن الفرق التطوعية ومؤسسات، وأعطونا كتب وأرسلتوها للمسابقة. والحمد لله بعد جاني اتصال قال لي تأهل مبادرتكم ثورة الدنابر إلى المرحلة النهائية من المسابقة، اللي هي اختار 10 مبادرات على مستوى الوطن العربي بعد مشاركة 102 مشروع. وذهبنا إلى جامعة الدول العربية في مصر بيوم 5 ديسمبر يوم العالمي للتطوع، وتم اختيار ثورة الدنابر كأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي بالجانب البيئي، وكرمنا من قبل مؤسسة الأمير محمد بن فهد مع إعطاء 10,000 دولار. بعد العودة إلى العراق طبعا خاطبت الشباب والمتطوعين اللي كانوا معايا، فارتئينا إلى أنه تكون الجائزة أيضا لأعمال تطوعية، وبدينا عملنا بها ما يقارب 7 مشاريع، عمليتين جراحية، جلب كراسي لمرضى اللوكيميا في مستشفى اللوكيميا، وإعمار منزلين في المدينة القديمة، وفتح 3 أبواب رزق لشباب في المدينة القديمة، وشراء حتى غرفة للزواج لشاب متعفف ويعمل عامل، وما أعرف يعني يمكن إن شاء الله. شكرا آسف على الفاضي. أستاذ أيوب هيا متعبنا. شوف الاستثمار بالشباب كيف. أيوب. استثمار بالشباب كيف، يعني هذا التشجيع بالفعل كنا كمنظمات إنه نستثمر بهاي الفئة الشبابية، لأنه في طاقة وفي شيء ما موجود عند الفئة الأكبر، هي فيها شيء من ربما نحن قد يمتلكنا اليأس ضعف إلى آخره، لكن هي بضل لسه الحيوية هي نفسها. أنا بس قبل ما أفتح النقاش للي حابب يسأل، أنا بدي أسأل سؤال واحد. حمل كل هاي قبل ما تأخذ الجائزة أدي كلفت؟ تقريبا 30,000 دولار. 30,000 دولار فقط. أنا اللي بيشتغل مع اليو إن ماس، ما بعرف إذا حدا من زملائي اشتغل مع اليو إن ماس، وأنا ما بدي أحط المايك لأنه هون بدي أحكي شيء ما بدي يتسجل. هيتسجل. نحن أخذنا حوالي أكثر من 400,000 دولار في أحد من مشاريعنا لحملات توعية للمخلبات الحرب، تمام؟ مطلوب منا كان في 6 أشهر
يصرف المبلغ. ست شهور لازم تصرف قديش؟ حوالي 400,000. انتم مقدرين قديش المنطقة جدا محصورة. فنحن ايش بدنا نعمل مصاري؟ بدنا فلوس، هي توعية فقط. شو بدنا نعمل؟ نحن بدنا نمسك ونشعل المصاري. نشعلها. نحرق المصاري. أنا مع إنه في معايير دولية لازم نكون حاكمة ونشتغل، لكن هي هذا الشغل بتحسه هو الشغل حقيقة هو صح. وحالياً أكو تحرك. فأنا بس حبيت أعطي هاي الملاحظة قبل ما أفتح النقاش للي حابب يسأل. أكيد في بعض منكم حابب يسأل. نبلش بالدكتور هاني. أنا بس في لخصت الكلمة بتاعته حتى في 10 نقط عشان ليه بتأكد الكلام اللي إحنا قلنا فيه قبل كده. هو اللي هو ولا ما داعي. طيب اول حاجه الحل الوطني. اوعوا تقولوا الحل جاي من امريكا، من بريطانيا، من اي دوله اخرى الى اخره الى اخره. دي نمره واحد. نمره اثنين، حل رخيص 2 دولار. يعني كان كل دمبر كان بياخد قد ايه؟ 50 كيلو. في الوزن طن، يعني ما قارب الطن. طن يعني الطن ب2 دولار. دي نمره اثنين. التمويل المحلي، خدت فلوس من برا يا ابني؟ من برا عراقيين عايشين بالخارج. بس اغلبيه الفلوس منين؟ من الوطن. خد بالك العمال المحليين، فريق العمل المحلي، التمكين المحلي، لان خليت قسموا المشروع لخمس او ثمان احياء وكل فريق عمل متمكن من انه ينفذ المشروع ده في المكان بتاعه. وبعدين عوده النازحين، نتيجه الحتميه لهذا الامر الايجابيه ان مجرد ما الشارع اتفضى النازحين رجعوا، وبعدين بعد كده انتقلوا لمرحله اخرى. دي كان مرحله غير مرتبه. مرحله اخرى بداوا يحفروا ابار عالي السقف، بداوا يودوا مساعدات غذائيه عالي السقف، بداوا يعمروا المنازل عالي السقف، واخبلك. فهو بداوا بعد كده يكرموهم على مستوى العالم. نرجع نقول تاني ان الحل ايه؟ وطني. يبقى انا يا جاري اطبخي يا ايه؟ ما تقولوا بقى. يلا خلاص. بس خلاص. بس لخصت البتاع قاعد انا بس لازم تكمل. ها؟ الله يعطيك العافية. مين حابب يسأل؟ تفضل دكتور طيبة. فكانت بس من قبل المعارف، يعني انه انا صديق ابويا في لندن اتصل بي وانه كيف اصل لك المبلغ، قلت له انه قرايبي او صديقي في اربيل، اربيل ممكن توصل. من اتصل اربيل انا باعتبار وصلتني، يعني من اتصل اربيل بطريقه او باخرى اتصل الموصل بدون حواله او حواله اتصل مستلمه. لكن من امريكا امراه معرفه يعني تعرفت عليها عن طريق الحمله وعلى السوشيال ميديا وارسلت المبلغ نفس الطريقه، يعني ما اعرف ما يستخدمون كارت وكذا. نفس الشيء هم اعطوها الرقم تي ار بي ووصل المبلغ. مين عنده اسئله ايضا؟ انا حابب اسال انه الركام وين بتروح فيه؟ كان اكو مرحلتين. المرحله الاولى اللي بالدنبر ممكن يخرجوا فقط لخارج المدينه القديمه، مساحات متروكه ونرمي الانقاض. وبعدها بعد ما زادت التبرعات كان نستخدم القلاب، كانت تخرج في خارج المدينه، لكن تكلف السفره الواحده ما يقارب ال $20. فاللي يوم كان عندنا يعني مصاري ترمى في الصحراء مثلا؟ هو المكان المخصص من قبل البلديه. يعني انا التقيت في تاجر باحدى الطائرات، قلت له هو تاجر مخلفات حرب، هو تاجر بيشتري ركام، ما فكرتوا تبيعوا له ركام؟ الركام حاليا يباع، الركام الحديد يباع من قبل الجهات الحكوميه. طبعا احنا كنا بعيدين عن هذا الجانب لانه اول شيء قد نتعرض لسرقة الآثار وإلى ما هنالك من منطقة أثرية، وثاني شيء ما ردنا يعني ندخل بهذا الجانب. كان هناك حتى اتصلوا بها كثير من الدارسين بهذا المجال إنه كيفية استخدام أو إعادة تدوير، لكن ما دخلنا بهذا الجانب لأن حاليا تتم بيعها وسرقتها قبل الجهات، يعني سواء حولتوا إلى مؤسسة منظمة يوم في هذا البنك ولا فقط وكذا؟ لا أنا
موجودة في العراق كله ونعمل بشكل رسمي أفضل يعني. لا تتعرض مرة أخرى ل يعني ما تعرضت في الجائزة يعني. بالضبط. حاليا احنا في طور يعني تحويل الفرق التطوعية إلى مؤسسات، لكن نعاني حقيقة لأن تجربة جديدة نشوفها في الموصل، لكن طبعا معنا وصل إلى هذا الجانب وحول الفريق إلى مؤسسة. تحت الأنقاض الركام أحيانا بظهر معكم جثامين، كيف تتصرفوا؟ بالنسبه للمخلفات الحربيه يعني العبوات، العبوات او الجثث كنا نبلغ بها الجهات المختصه. الجثث كانت تظهر بشكل كبير، كنا نخاطب الدفاع المدني ويجي يعني هو اللي يرفعها، والعبوات كذلك مخاطبه الجهات المختصه. ولليوم يعني قد يعني الى اليوم يوجد يعني جثامين تحت الركام في المدينه القديمه، لكن ما ظهر، اللي ظهر انتهت 100%. بقيت المنازل اللي سقطت على اهلها واللي حتى ما يعرفون ويصبهم، لان كثير من الاهالي بداوا ينزحون من منزل على منزل، فاذا قتلوا او توفوا في منزل غير منزلهم يعتبرون مفقودين، واهلهم الى الان ما يعرفون مصيرهم. موضوع الاثار يعني المدن القديمه معروف بالتفاصيل كلها موثقه، احنا عندنا حلب مثلا شيء مشابه موثقه بالحجر لدى الاثار، مئذنه الجامع الاموي الان تجار حلب تجمعوا وسووا مبادره بس على مستوى التجار، وايضا رمموا بالحجر كلها معروف ارقامها معروف كذا. كيف التحدي بالنسبه للاثار اصلا؟ والله هو تحدي كبير، لكن في الموصل الوضع يعني معقد جدا، وهناك تقصير كبير من قبل يعني الحكومه بكل الجوانب، وهذا احد الجوانب. يعني احنا نحزن كثير بخسارة كثير من الآثار. حالياً هناك تحركات إنه يأتون إلى بعض المنازل اللي تجاوز الآثار عندنا يمكن بعد ما تتجاوز 100 سنة، فتشوف رغم إنه هو ركام لكن مكتوب ممنوع رفع الأنقاض من قبل الآثار، فهذا كنا نبتعد عنه وما نجيمه. إضافة إلى مثلاً جامع النوري استلمته منظمة اليونسكو بتبرع من الإمارات لإعادة إعمار الجامع، وهناك يعني طلع في المناطق اللي نحس انه هي قريبه من تعرضنا لمساءلات كنا نبتعد عنها. اليوم UNDP عنده مشروع ضخم بالموصل لتمويله مثل ما قالت الدكتوره بملايين الدولارات لرفع الانقاض. تشوف يعني عمال يمكن 20 عامل من شارع من هون اللي هناك، بس مجرد يروح ويجي يروح يجي يعني. ف يعني المبالغ هائله الموجوده، لكن يعني ما بدي اتحيل، احنا عملنا اللي علينا والباقي يعني كمل. الله يعطيك العافيه. ننتقل للمحور الثاني. المحور الثاني المدارع المجتمعي.